خليكي عارفة ان الراجل بيفضل يتودد لك بكل الوسائل وبكل الاساليب الممكنة عشان يضمن ان انت يعني ايه قربتي او يضمن اهتمامك بيه. يعني يفضل يهتم ويفضل يسأل ويفضل يشغلك وتحسي ان هو يعني حواليك في كل مكان، يدللك ويهتم بيك وكل حاجة. بعد كده بتبدأ المرحلة التانية، مرحلة الإهمال، ان هي خلاص ضمن بقائك، ضمن ان انت سلمتي له قلبك، ضمن ان انت بقيتي تسألي وانت اللي تهتمي وانت اللي تشحتيه وتشحتي سؤاله. فخليكي عند مكانك زي ما بدأتي. خليكي اوعي تهتمي زيادة عن اللزوم، اوعي تسألي زيادة عن اللزوم، اوعي تزني عليه زيادة عن اللزوم، اوعي تسيبي انشغالاتك واهتماماتك واصدقائك وعائلتك عشان يبقى هو الشغل الشاغل بتاعك. لا، افضلي انت عند وضعك، انت في دايرتك وهو في دايرته، ما تقربيش من دايرته. الراجل دايما بيحب الست اللي هي بيقولوا لك الراجل يحب الست اللي تبكيه مش الست اللي يبكيها. عشان كده افضلي زي ما انتي، اوعي تفكري. يعني هو ما بيحبش الست اللي بيضمن بقائها، اللي بيضمن انها موجودة، راح جي عاملها بقسوة، اهتم ما اهتمش برضو موجودة، بتعرفه انت حبيبي انت فين، رحت فين، جيت منين، عملت ايه، اتصلت 100 مرة ما ردش، عاملها بقسوة ما ردش عليها، برضو هي وراه. لا، هو ما بيحبش الست دي، هو دايما بيحب الست اللي هي ايه اللي ما بتسألش عليه، الست التقيلة عليه، الست المتعجرفة عليه. فانت خليكي كده. لو عايزة الشخص ده بالذات، حتى لو انت عايزاه وجواكي ايه، بس حاولي دايما تشغلي نفسك بحاجات تانية غيره، ما تحطهوش هو محور انشغالك الاول والاخير، عشان تضمني بقائه معاكي وعشان تضمني دايما ان هو يفضل زي الاول، زي البدايات بس.